يسجل هدفين. البطاقة الصفراء الأولى يمنحها حكم المباراة للمدافع الكونغولي بعد التدخل ديريكو والذي تحصل على البطاقة الصفراء. كرة ثابتة أخرى للوفاق الآن، تقريبا كل العناصر ساعدت جميلة، المتابعة والحارس في المكان المناسب انطونو. إذا الوفاق أنه تكون ردة فعله قوية لأنه ما ينتظرش نهاية الشوط، لازم يسجل هدف ثالث قبل نهاية الشوط، وإلا راح يحط نفسه في 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 ورطة. موقف حارس فعلا. فعلا توفيق زرارة، ضاعت له توفيق زرارة أمام نغومي، لكن الحكم منح له الأفضلية. الكرة لأكرم جحنيطي، واصل جحنيطي يحتفظ كثيرا بالكرة، يلعبها مع ربيعي، يصل عليها من هناك ربيعي التوزيع جميلة جميلة جميلة، ولكن الحارس بقبضة اليدين يبعد هذه الكرة، تعود في هجمة معاكسة للفريق الضيف الذي أصبح متمردا على تقاليد الضيافة. الفريق الكونغولي الذي وقع هدفين إلى حد الآن في مرمى فريق وفاق سليف، واجه على زملاء زرارة يجرون ربما وراء الكرة وراء الوقت من أجل إنهاء هذه المرحلة الأولى على الأقل متقدمين. أمضى يلعب الكرة في الخلف لزرارة، توفيق يطلبها حاشي، يفضل داغولو ولكن بعيد عليه داغولو. الكرات الطويلة هذه ما تنفع، مطلوب أنه يكون تركيز أكثر، تحكم في الكرة أكثر، رفع نسق المباراة أكثر، والبحث دائما عن الحلول سواء بالتسديد من خارج المنطقة ولا عن طريق الأطراف وإحكام العرضيات، لأنه دائما نلاحظوا أنه الربيعي دائما فيه مجهود كبير ولكن العرضية تاعو تبقى دائما يخصها الدقة اللازمة. اللازمة فعلا. ربيعي يصعد، عنده ربما إمكانيات بدنية كبيرة ولكن التوزيعات إلى حد الآن لم تأتي كلها، والتمريرات يعني التفوق من هناك على الجهة اليمنى من دون فائدة. هاي الكرة لداغولو يلعبها جميلة، هاي سيسدد مباشرة، لا يلعبها مع داغولو في وضعية التسلل، في وضعية التسلل يقول حكم المباراة. الحكم المساعد من هناك هو الذي رفع الراية، من هو الحكم المساعد؟ السليم أو مروان سعد. هاي الإعادة داغولو رفع الكرة من هناك، ثم فعلا كنت أعتقد بأنه سيسدد في هذه الكرة. توفيق تباطا حتى الحق عليه المدافع، بعدين كان مستحيل انه يسدد، المفروض انه كان يكون اكثر سرعه، لو سدد كانت عنده اكثر خطوط من تمريره في الشكل هذا فعلا. حتى الذي سدد الكره لم يكن في وضعيه